<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه وسلم. I'm كان لك إن شاء الله جار جاركابيني جار a إننا درسنا father نأوك صلاة لي قبل أركان الصلاة قبل قوهن، صلاة شكا شجر كن شاخطينهن، نشكا شجر كل ذا الجابن آه القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، نان الركوع تلقى بين والرفع منه والسجود على الأعداء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين سجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا، والحديث عنه أمرت أن أسجد على سبع على سبع على سبعة أعظم، نان إن سجودي الركوع دي الرفع من الركوع دي والسجود دي والجلسة بين السجدتين دي، لا تتلاقاش قابلين أقوم دي بهم، أنا ترى ناس لهم ما آه إن شاء الله. نا أركان ناس نقول له جمدين ركوع والرفع منه سجود العداء السبعة الاعتدال منه والجلسة بين السجدتين معناه ورنجن ركوع ركعنا ركع نجن آه. براغلي من يريد مخرنا كده ما دمرون سجود قد بريل بسواس تروح عسنا سجود ما كده آه. الرفع منه يعني سجود مخرنا ما الجلسة بين السجدتين شوية خفيفة سجدرة أول وانت اللي سجد رك الأولى اللي أريد نجاب ما شوية أفي في اخرى كذا اللي يجري وهكذا وليه خنين دليل شاق الله سبحانه وتعالى يقول يا والذين آمنوا أركعوا وَاسْجِدُوا وحديث ليه والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع عضاء على على سبع أمرت أن أصلي على على أعظمي. أيوة. سبع أعظم أيوه ورنجنيني نسبعة نسبعة أعظم ورنجن آه سبع أعضاء ورنجن سبع أعضاء نار سجدنا ليغا هنينجن ناجع بنينجن ناليغا نا نين نين ني. لا خوا نقش ني بصودي ني بدينين نهبك كامل نين تروى ني

تمام سجده هم بق نانا تني تمام سبة هم بق نأبراكر ناك آبي غير ليهنا أنا تعب عن لوكو كو إن لوكو لوكو تعب على تمام سه ناقة شغرة بامهم برق ليهنا تمام سه سجده هم بق نليهنا نعنر ناقة هم بق قشني قم بدي نين لعنتا عدا لعنتا كانات سجده وجوه نبوم أعظم سبعة تعظم بمعنى اللي ناش ناو كناش جن ينجر ناش جن ينجر ناش جن قم بدك جدير ناشون بقديبو نبراكر ناششون بقديبو أجابع كور ناشكم بقديبو تمام سري ينجر سجود والطمأنينة في جميع الأفعال طمأنينة يخي خي جرب سكونينا ركون جن ناد نادكل مطمئن آخره سلسلة شعره مطمئن وارير شعرو في جميع الأفعال والترتيب بين الاركان. كذا ان اركان ورد ربنا ترتيب ده رب ده والدليل 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 حديث المسيء عن عن ابو هريره رضي الله عنه لما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل. فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرا هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم تطمئن راكعا ثم ترفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حتى حتى تطمئن ساجدا تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع ثم افعل ذلك في صلاتك كلها طيب النبي صلى الله عليه وسلم نحدي سنين اه ان المسيئني صلاة حبرون سكلو دويخ ان يند اطمئنان اكت ورنجن ترتيب اكت ورنجن شان كده هذا العلم ينوخ الترتيب في جميع الاركان اس اسهر لي لاقصي ان دم بيرقص جايب يسقري آه ان جا برد اقصيها ان دم بيرقصيها جايب يسقري ان دم بيرقصي جايب ان جا برد اقصيها دم برا اسقري ترتيب اس اسهر لي تكبيرة احرام تكبيرة احرام خن دوين وما ما دوين هم قبل تسقري ان هم قبل تسقري ان نيدم بالركوع اكن ركوع سم مطمئنان راكع تمام سر اكثر مخردك ولا معتدل اخر ما اكسر ركولت ركو اول نهب اجري الله اكبر يرى ركوع لو ركولت ردمبي ركوع ركو سمي الله لمن حمد ردمبي مخردك وما افحرك دك تمام اكسر روح توي روح سط تمام دوي ناني دمك سجود انت ردك ني تمام سجدرو روح وما إناند نهب ريس صلاه كوس نهب راس هو صلى الله عليه وسلم نهر إن جد أرني وعبرية وها بس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وريخ انتي إساد وريخ الساس اللي وأنت وانتصي سلاد يقول النبى صلى الله عليه وسلم لأن الدمير لا يقولو دمير لسانك يا رسول الله النهر إن جد أرني يعن أورهبين علمين له وعلى سيله حبرية يقولو النبى صلى الله عليه وسلم النبى صلى الله عليه وسلم يقولو يعني اذا قمت الى الصلاه ثلاث قرن كبر ثم اقرا ما تيسرت طبعا يكون ركوع على فاتحا اذا ما تيسر من القران ثم اركع حتى تطمئن اطمئنان راكعا ركوع ثم ارفع حتى تعتدل يرو دويرك وداني سنك آه تطمئن قائما يعني ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا سجود ثم افعل ذلك في كل صلاتك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها نرتقل صلاتي نستنكسي ركوع لي الاخن سجود لي الاخن ركوع الاخن الرفع من الركوع قائما مطمئنا السجود الرفع من السجود مطمئنا ثم كذلك افعل في صلاتك كلها تكبير صلاه قرصانك تكبير التورق الحمد لله على ربك مس جاروس كقرآن نتقرأ إيرو ركوع مينان ينان وان آخر ركع ما مخردك ركوع لد وانت مينان وانا وان أقول دورة تمام زري لا عقني أكان لو انت روح ناني دمبك سجد رك سجود لي كده تمام سرق ما عندك سجود لد ما عند وان ترون ما جلسة بين سجدين مخري رق الله أكبر شوية ششجري وأطمأن دخمة معتدل أحرمك وأنت دخمة سجدرك نيرتك ثلاثة نرويك نهابريك تمام دراك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الاخير ركن مفروض كذلك نسانك التشهد الاخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله آه ان شاء الله نسدون آه ومعنا التحيات جميع آه التعظيمات لله آه ملكا واستحقاقا ثم الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله الله طيب لا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبها أه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته طيب نانك نيت الدوين ان شاء الله مره نتراقص التحيات نتلقى نتلغابينوغن ما ان شاء الله أه تمام دنا اركان سلاتوزي ندكون نسجل لي ترين نقولهم نهبناها ندعونا من نكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>